متى أبدأ في الرضاعة الطبيعية وحتى متى؟ ابدأ الرضاعة الطبيعية في غضون ساعة بعد الولادة. ارضعي رضيعك رضاعة طبيعية دون إعطائه أي أطعمة صلبة أو سوائل أخرى خلال الأشهر الستة الأولى. واضبي على الرضاعة الطبيعية حتى يبلغ الرضيع عامين على الأقل. حليب الأم هو الغذاء الأمثل للرضع، فهو مأمون ونقي ويحتوي على أجسام مضادة تساعد على الحماية من الأمراض. هذه الرسالة تأتيكم بالتعاون والتنسيق مع دائرة صحة البصرة قسم الصحة العامة وبدعم من منظمة العمل ضد الجوع.